بس وهيخلي ايديكي بيضه زي القشطه وما فيهاش اي تجاعيد. لو ايديكي زي العجوز وفيها تجاعيد كتير وكمان عايزه تفتحيها وتخليها بيضه زي القشطه، عليكي وعلى الوصفه اللي انا جربتها بنفسي دي. هتدهني الكريم ده مره واحده بس في العمر، وهتلاقي بياض في ايديكي والتجاعيد هتختفي من ايديكي، والعروق البارزه هتخلي ايديكي بيضه زي القشطه بدون اي تجاعيد وبدون سواد. عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده جايبه لكم وصفتي اللي طلبتها مني اكتر من متابعه. يا مايا احنا عايزين وصفتك انت اللي بتعمليها لايديكي علشان التفتيح. مش عايزه اقول لكم ان الوصفه ديت مش بس هي بتفتح، هي بتشيل اي تجاعيد في البشره، اي تجاعيد في الايدين، اي خطوط واي عروق بارزه في ايديكي. مش بس كده، هي الوصفه دي كمان بتشيل خشونه والسواد اللي بيكون في الايدين، وكمان بتخلي ايديكي دي ناعمه جدا. هنعمل مع بعض خطوتين، وخطوتين يعني مفيش اسهل منهم، وهيدوكي نتيجه رهيبه، تفتيح وتنعيم وازاله للتجاعيد وازاله للعروق البارزه، وهتخلي ايديكي دي زي القشطه. قبل ما ابدا وصفتي، لاول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه هنعملها وهي المقشر. ايديكي محتاجه مقشر علشان يشلك اي جلد ميت، والخطوه دي مهمه جدا، علشان لو ما عملتيهاش الوصفه مش هتجيب معاكي، هتجيب معاكي نتيجه بس مش هتجيب معاكي نتيجه سريعه، هتضطري تاخدي وقت علشان الوصفه تجيب معاكي نتيجه. فلو عملنا المقشر هتبدا الوصفه تشلك اي جلد ميت في الاول، وبعدين هتجيب معاكي نتيجه سريعه. فهنبدا ناخد معلقه كبيره من السكر، ويفضل يكون سكر خشن، وهنبدا ان احنا نضيف عليه معلقه صغيره من القهوه، القهوه العاديه خالص، وهنقلبهم على بعض بالشكل ده، القهوه مع السكر. الخطوتين دول مهمين جدا، ولو ما عندكيش قهوه ممكن تستبدليها ب بالقرفه، القرفه برضو حلوه جدا جدا في التقشير. بعد ما قلبناهم على بعض هتبداي تضيفي معلقه صغيره من زيت الزيتون، وممكن تستبدلي زيت الزيتون بزيت جونسون او بزيت جوز الهند او اي زيت مرطب عندك، وهنبدا نقلبهم بالشكل ده. بعد ما قلبناهم هتبداي بقى تحطي سنه بسيطه من المكون ده عشان وانتي بتقشري تنضفي السواد من جوه وتشيلي اي سواد في ايديكي. هتبداي تجيبي الخل الابيض، وهنبدا ناخد من الخل الابيض معلقه صغيره، وهنقلبهم كويس جدا. المقشر ده مش بس لايديكي، ده ينفع كمان للقدمين وتشققات وخشونة وسواد القدمين، يعني ممكن تعملي منه كميه كبيره وتعملي التقشير بالمره لايديكي وكمان لرجليكي. هتبداي تاخدي المقشر بتاعك بالشكل ده، وهتبداي بقى تيجي على ايديكي وتفركي، وعقل الاصابع مهمه جدا جدا ان احنا نفرك عقل الاصابع علشان نعمل تفتيح وتقشير. وهتبداي بقى تفركي بالشكل ده كده على ايديكي كلها بحركات دائريه، بحركات دائريه بالشكل ده كده اهو. بعد ما هتبداي ان انت تفركي بحركات دائريه على ايديكي وتقعدي بقى تحسي ان انت خلاص كده قشرتي ايديكي كلها وكل الجلد الميت، هتبداي بقى تسيبيها كده 5 دقايق بس على ايديكي بعد ما تفركي، وبعدين هتبداي تغسليها، او سيبيها 10 دقايق احسن، وبعدين هتغسلي مكانها كويس جدا. خطوه التقشير دي مش هنعملها غير مره واحده بس، ومش هتحتاجي تعمليها تاني. بعد كده هنبدا بقى نعمل خطوتنا الثانيه. خطوتنا الثانيه ديت هي دي الخطوه النهائيه. الخطوه الثانيه دي بقى هتعمل ايه؟ هتعمل تبييض رهيب، وهتفتح جدا جدا سواد عقل الاصابع وسواد الايدين. مش بس كده، الخطوه الثانيه بتاعتنا دي هتعمل على ازاله التجاعيد والخطوط اللي بتكون في الايدين والعروق البارزه. فالخطوه ديت 2 في 1، مش هتضطري تعملي بقى خطوتين، هي الخطوه ديت هي اللي هتعمل كل ده. هتبداي تجيبي معجون الاسنان، وهنبدا ناخد معلقه صغيره من معجون الاسنان. مش قادره اقول لك هو قد ايه رهيب في تفتيح اي مكان في الجسم مش بس الايدين. هتبداي تجيبي معلقه من معجون الاسنان، هنبدا نجيب عليها ليمونه واحده بس، وهتبداي ان انت تقسمي الليمونه بتاعتك بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نعصر الليمونه بتاعتي. بالشكل ده، وهتبدأي بقى تدوبي معلقة معجون الأسنان على الليمون بالشكل ده. وبرضو عايزة أقولك إن الوصفة دي تنفع كمان
لرجليكي، يعني تستخدميها لو عندك تجاعيد في رجليكي، عندك سواد في رجليكي تقدري تستخدميها. بعد ما قلبنا الليمون على معجون الاسنان كويس جدا، هنبدأ ننزل بمعلقة كبيرة من زيت الزيتون. ده هيديك ترطيب وهيساعد كمان على شد التجاعيد، لان زيت الزيتون من الحاجات الحلوة جدا جدا للتجاعيد. هنبدأ نقلب معجون الاسنان مع الليمون ومع زيت الزيتون كويس قوي لحد ما يديني القوام الكريمي ده. بعد ما قلبناهم حبايب قلبي بالشكل ده واداني القوام ده، هتبدأي بقى تحطي عليها معلقة كبيرة خالص من النشا او الكورن فلاور، وممكن تستخدمي الدقيق عادي لو مش متوفر عندك نشا، وبتبدأي بقى تظبطي الكريم بتاعك بالشكل ده، وهنقلبه كويس قوي. بعد ما قلبنا الكريم بتاعي بالشكل ده، هتبدأي بقى تعملي الخطوة دي، ودي بقى السر في شد التجاعيد وفي التنعيم وفي إزالة الخطوط اللي بتكون في البشر في الإيدين. هتبدأي تجيبي الفازلين، الفازلين من الحاجات الحلوة جدا جدا خصوصا للإيدين وللقدمين والإيدين، من الحاجات الحلوة قوي قوي كمان في شد التجاعيد وفي تنعيم الإيدين. هتبدأي تجيبي الفازلين، واحنا هناخد من الفازلين بتاعي معلقة صغيرة خالص. وطبعا كل ما يكون نوع الفازلين بتاعك نوعه كويس، كل ما الوصفة تجيب معاكي نتيجة احسن. هنبدأ نقلب معلقة الفازلين بتاعي، وعلى فكرة الكريم ده بتقدري تعملي منه كمية كبيرة، وبيفيض لو فاض منه بتحطيه عندك في علبة وتشيليه في التلاجة، بيقعد معاكي فترة ما بيفسدش او بيبوظ، لان يعتبر معجون الاسنان مادة حافظة ما بتفسدش، ما بتخليش باقي المكونات بتاعتك تفسد. الكريم بتاعي بقى جاهز دلوقتي، تعالي بقى اقولك على الطريقة الصحيحة علشان تستخدميه صح. هتبدأي تجيبي الفرشة بتاعتك، وعلى ايديكي هتبدأي تفردي، ونركز كويس جدا على عقل الاصابع لان دي اكتر حتة بتبقى غامقة في ايدينا. هنبدأ نفردها بالشكل ده كده لحد ما نفردها على ايدينا كلها. بعد ما هتفرديها كده بقى، السر بقى في ان احنا هنجيب كيس، ولو عندك الجوانتي يبقى حلو قوي، اي كيس كده مطبخ عندك هتبدأي تدخلي في ايديكي بالشكل ده، وهنبدأ بقى نقفل كده على ايدينا بالشكل ده كده عشان الوصفة تجيب نتيجة قوية وسريعة. هتبدأي تقفلي على ايديكي كده في جوه الكيس، وهتسيبيها على ايديكي لمدة 30 دقيقة كاملة. بتحداكي بعد ما هتشيلي الكيس وتغسلي ايديكي هتستغربي. انا عايزاكي يا ستي لو تقدري تجربيها في ايد وايد لأ، عشان تشوفي الفرق اللي هيبقى حاصل. اعملي كده هتلاقي نتيجة خيالية من اول مرة، ما بقولكيش اعمليها كذا مرة. انت بقى عشان تحافظي دايما على بياض ايديكي دايما، وتحافظي دايما ان ايديكي دايما تبقى حلوه وما فيهاش تجاعيد وما فيهاش خطوط وبيضه، ابداي اعملي الخطوه ديت مره كده كل 15 يوم، مره كل اسبوع اعمليها عشان تديكي دايما بياض دائم. جربيها حلوه جدا جدا. هنشيل بقى بعد كده الكيس وهنغسل ايدينا كويس جدا، واتفرجي على البياض والنعومه والتجاعيد اللي هتختفي. اشوفكم على خير والسلام عليكم.